أكيد كلنا تابعنا توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية، واللي منها مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات. يمكن توجيهات كانت هامة جدا في ظروف اقتصادية عالمية يعني بيعاني منها الغالبية العظمى من دول العالم، لكن كانت دايما زي ما تعودنا الرئيس ينحاز للمواطن ويدعم المواطن، ويمكن تم صرف علاوة كانت العلاوة من 300 جنيه اترفعت ل 600 جنيه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مواعيد صرف هذه المنحة من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين أو للتأمينات الاجتماعية. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا فندم، صباح الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة يا رب. سيادة اللواء، يعني في البداية المنحة اللي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيتم صرفها إمتى؟ إن شاء الله يعني المفروض إن كانت تصرف في 1/10 كمان أسبوع يعني. نعم. لكن ظروف صرفها اللي لازم تقرر من البرلمان اللي هينعقد في أول 10، فإحنا إن شاء الله بنقول لأهالينا أصحاب المعاشات إن إحنا يوم 1/11 هيصرف زيادة من قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات، هيصرفها يوم 1/11 بأثر رجعي من شهر أكتوبر. طيب سيادة اللواء، عشان بس في لغط او سوء فهم لهذه المنحة الاستثنائية، يعني كان قبل كده تم رفعها بالفعل ل 300 جنيه والان 600 جنيه بفرق 300 جنيه، في لغط في النقطة دي يا فندم، فلو حضرتك توضحها للسادة المشاهدين. تمام. هو يعني إقامة الرئيس في شهر 11 السنة اللي فاتت 2022 قرر يعني من ضمن حزمة رعاية اجتماعية برضو أو حماية اجتماعية كان عملها، عمل المنحة اللي هي 300 جنيه دي وصرفناها في شهر 11 سنة 22 السنة اللي فاتت. السنة دي في شهر 10 المفروض التوجيه دياته بإن خلي 300 دي اللي احنا اديناها في شهر 11 السنة اللي فاتت خليها 600. معنى كده ان في زياده جديده، يعني كما لو كان في زياده قدرها 300 جنيه، اللي هو الفرق بين 300 و600. طيب ونأكد مره تانية ان ال 300 جنيه الزياده في المنحه دي هيتم صرفها في 1/11، لكن هتصرف في الشهر ده بشكل استثنائي 600 جنيه علشان تعوض صرف 1/10. بالظبط كده يا فندم. نعم. طيب كده. عدد المستفيدين بقى تقريبا قد ايه؟ 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 11 مليون وواحد من عشره مستفيد. ايوه. يا فندم مفيش استثناءات لهذه المنحه، مظبوط؟ كل الناس هتاخدها. يعني ال 11 مليون صاحب معاش ومستفيد هيستفيدوا من هذه منها يوم 1/11 ان شاء الله، هيحط الكارت بتاعه هيلاقي الزياده موجوده عن الشهرين بتوع اكتوبر ونوفمبر. طب ال 11 مليون شخص يا فندم او ال 11 مليون مستفيد دول، التكلفه الواقعه على الدوله قد ايه؟ تكلفه تقرير المنحه الجديده اللي قدرها 300 جنيه اللي غير ال 300 جنيه بتاعت السنه اللي فاتت تكلفتها سنويا ب 32 مليار جنيه. طيب بالنسبه يا سياده اللواء لاصحاب المعاشات اللي خرجوا على المعاش في شهر سبتمبر واكتوبر اللي فات، هيصرفوا المنحه دي عادي اللي هي ال 600 جنيه؟ هنا بنتكلم على 300 وال 300. طيب علشان ما نعملش لبس في الموضوع، خلينا نقول السنه اللي فاتت كل اللي كان بيصرف معاش تقرر ليه 300 جنيه. نعم. وصرفها وموجوده في معاشه دلوقتي. خلينا نقول ان احنا السنه دي بندي 300 جنيه تاني. نعم. فاللي كان بياخد 300 هياخدهم 600، واللي ما كانش بياخد ال 300 اللي هو اللي طلع معاش خلال السنه
هياخد 300. طيب يا فندم برضو عشان الصورة تبقى واضحة للمشاهدين، هل في حد أدنى أو أقصى لهذه المنحة؟ المنحة بمبلغ مقطوع يا فندم، يعني بغض النظر عن قيمة معاشي أنا قد إيه، اللي بياخد 1500 جنيه، اللي بياخد 2000، اللي بياخد 3، جاي له 300 جنيه اعتبارا من شهر أكتوبر، بس هنصرف في شهر 11. طيب ست اللي هو يعني خلينا نتكلم ان في طفره حقيقيه حصلت في المعاشات، ويمكن الطفره دي بيشهد بيها القاصي والداني تحديدا، فعاوزين حضرتك تكلمنا عن هذه الطفره اللي حصلت في زياده المعاشات في السنوات الاخيره. خلينا نقول دايما الارقام هي اللي بتتحدث يعني. صحيح. فخلينا نقول في العام المالي 2022 2013 2014 اللي هو بينتهي في 30/6/2014 قبل تولي سيادته للمسؤوليه، كل المعاشات اللي صرفت في جمهوريه مصر العربيه 86.5 مليار. نعم. كانت تكلفه المعاشات السنويه 86.5 مليار. ده سنويا. في السنة اللي هي سنة 13 اللي هي ما قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. بالظبط كده. نعم. النهاردة في 30/6/23 احنا صارفين معاشات ب 340 مليار. 340 مليار. في 30/6/2023 ال 86 اللي كنا بنصرفهم 86.5 قبل ما سياسه يتولى المسؤوليه، احنا بنصرفه النهارده 340 مليار. فمقدار الزياده فقط في بين ال 86 وال 340 هيقرب من 300%. نعم، بس برضو علشان ممكن حد يرد علينا ويقول في برضو خلال العشر سنوات خرج ناس كتيره للمعاش، فاحنا هنا بنتكلم على ال 86 مليار دي، يعني العدد المستفيدين حصل لهم زياده بنسبه كام في الميه؟ تمام. كنا بنصرف ال 86.5 مليار، كنا بنصرف لحوالي 8.5 مليون مواطن. نعم. النهارده بنصرف ل 11 مليون مواطن. كده وضحت الزياده. فعلشان نقدر حتى نبسطها، لو احنا قسمنا 286.5 ال 86.5 مليار بتوع يوم 30/6/2014 لو قسمناهم على ال 8.5 مليون عشان نطلع متوسط قيمه المعاش، تطلع حوالي 1300 1400. لو خدت السنه دي ال 340 مليار قسمتهم على ال 11 مليون، يطلع ان متوسط المعاش حدود 3000. نعم، يعني زياده بنتكلم في 100% تقريبا. ده للمتوسط. بعد استبعاد اصلا الزياده في عدد المستحقين. نعم. تطلع الزياده في حدود 150% كمان. وده بالتاكيد طفره، ويمكن الطفره دي ملموسه لاصحاب المعاشات نفسهم. يعني بنشكر حضرتك سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه.